لمباراة الأهلي والفتح. كابتن عبد الرزاق، والنتائج الأهلي جالس تظهر أمامك في العشر مباريات الأخيرة، لم ينتصر غير مباراة، أربع مباريات تعادل في الأربع مباريات الأخيرة. أنت كمدرب إيش المفروض اللي تعمله في الأوقات هذه؟ مفروض الفريق كما فريق الأهلي الاسم الكبير واللاعبين الكبار والقاعدة الجماهيرية الكبيرة، لازم مدرب يكون الحوار كبير مع اللاعبين باش نطلع الماكسيموم من الأداء نتاعهم، لازم تقربهم ليك بالحوار. ثاني شيء في التمارين تعطيهم الثقة، حتى ولو اللاعب يغلط لازمك ديما تكون إيجابي معاه وتسانده وتعطيه الثقة باش الفرصة اللي تضيع في التمرين تتولي تسجل، ويكون الانسجام ما بينهم وينقصوا الاخطاء. تحاول خاصه فريق الاهلي الاخطاء المتكرره في المنظومه الدفاعيه نتاعو هي المشكله، لانه في الهجوم كله يتصلح. وقت اللي تسجل هدف في الهجوم، ما سجلتش ثلاثه مش مشكل، لكن وقت تقبل هدف وتقبل اثنين وتقبل ثلاثه، هذه المشاكل اللي لازم تتصلح. هي هنا الكل فما فقدان ثقه في وسط الجروب، اللي يلزم المدرب خاصه المدرب يعرف كيفاش ياخذ المجموعه نتاعو، يعرف كيفاش يتحاور معاهم، يعرف كيفاش يطلع منهم اقصى شيء ما عندهم ويخليهم يلعبوا بريحيه في الميدان ويستمتعوا ويقدموا لنا كره قدم كويسه في مستوى الاهلي اللي متعودين به. كابتن، هي مشكله هجوميه في التسجيل ام مشكله دفاعيه في قبول الاهداف للاهلي اللي قاعد يصير في الاربع مباريات الماضيه؟ الفريق اللي يكون فريق قوي ولا ياخذ الدوري لازم يكون عنده دفاع قوي. وقت نقول الدفاع هي المنظومه الدفاعيه الكل، واحسن خط دفاع يكون في الفريق ديما. الأغلبية البطولات العالم تلقى الفريق اللي ماخذ البطولة تلقى عنده أحسن خط دفاع، وهذه معناها اللي ناقصة الأهلي الوقت الحاضر. لازم يقوي المنظومة الدفاعية نتاعو، لأنه في الهجوم السهل الأهلي عنده العناصر المميزة، عنده عناصر تفرق في كل وقت، لكن وقت اللي هو يقدم المستوى الطيب ويلقى الدفاع نتاعو قاعد يقبل في الأهداف حتى معنويا يتمسوا لعيبة الهجوم ويولي يأثر على المجموعة ككل.